مدير التجاره ولاية الصيف ما عندنا اي ضغينه او اي مكائد ضد التجار بالعكس راهم اخواتنا وشركاؤنا وحنا نقول لهم من هذا المنبر ما عليكم غير تفتحوا وزاولوا النشاط بكل رياحية والحملات الدوريه اللي راهي تقوم في في القطاعات او في جميع ولايات ستيف ما هي عباره عن دوريات راهي تتراقب في الـ في الـ في الاسعار تاع المواد المدعمه او المواد المقننه واضيف احنا اتصلنا مع مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين انهم هذو التجار ينظموا روحتهم تحت غطاء هذا هذه الجمعيه وينصبوا لجنه ويخيروا ممثليهم ويجوا للمديريه يا اخي مرحبا بهم نطرحوا الانشغال